مشاهدينا الأحبة أعزتنا متابعي قناة كربلاء الفضائية أينما كنتم من داخلي صحن فاطمة الزهراء في العتبة العلوية المقدسة أحييكم وألتقيكم وحلقة جديدة من حلقات برنامج ضيوف الأمير. عنوان الحلقة لهذا اليوم العفو والتسامح، كونوا معنا. حياكم الله من جديد أيها الأحبة وأول ضيوف برنامج ضيوف الأمير مولانا الكريم، سلام عليكم وحياكم الله. حياك الله، حيا أهلا وسهلا بك، تقبل أعمالك. تقبل أعمالك، نتعرف على حضرتك. أنا رياض داخل كريم الموسوي محافظة ديالى قضاء المغدادية. حياك الله، حياك الله أستاذ. شلون الأحوال؟ شلون هديالة؟ نعم بركة. طيب اليوم نشوفك يا أمير المؤمنين سلام الله عليه جاي للزيارة، جاي والله جاي للزيارة. لا والله إحنا والعائلة جينا دورة السنة مع والدتي الله يرحمه ويسلمه بالنموذجية، وجينا إن شاء الله نزير أمير المؤمنين سلام الله عليه والسيد الكربلاء إن شاء الله كربلاء وتوكل أهلنا خير إن شاء الله يسلمك. بالعادة كلش قد والله يعني تصنح لكم الفرصة مثل ما يقول كل ما تحن للأهل الوالدة للسيادة يعني هم تجون زيارة المقبرة وهم تجون نعم زيارة أمير المؤمنين دائما نجي كل شهرين شهر ونص يعني على مجالنا خير إن شاء الله. شو تشوفون مؤخرا حركة الإعمار بالعتبة العلوية المقدسة؟ يعني إحنا الآن متواجدين بصحن فاطمة الزهراء، شلون تشوفون هذا البناء، هذا التطور، هذا الإعمار؟ ابن عمي العزيز جاي كل ما نجي فترة فترة نلقى تطور أجمل. تطور ما شاء الله شغل حلو، الإمام قصري جماعة العتبة الله يحفظهم وما خير وبركة ما شاء الله، نعمة فضيلة نعمة من الله، فضل من الله، هذا البناء وشكري والله. كنا محرومين قبل من الزيارات، وحتى اللي يريد يجي يعني ما يجي مرتاح. طبعا ما تجي مرتاح لا ما تلقى خدمات، ما تلقى يعني هالامور الوسائل الراحة. هسه ما شاء الله الطب هنا خير بركة هنا الشكر لله، كلها هذه بركات أمير المؤمنين سلام الله. طيب اليوم الى اي مدى الانسان ممكن يعفو عمن يسيء الى، خصوصا اذا كان في وضع قوة في مركز قوة؟ برأيك شو وقت ممكن إنه يعفو وشو وقت يقول لا أنا ما مستعد إنه أتسامح؟ والله ابن عم الإنسان هو ما كل ما يقول تسامح وكل ما يطلب إنه سلام الله عليه أمير المؤمنين هو المتسامح وهو الأفضل، وإحنا من ذريته لازم نكون إحنا قدوة مثل ما يقول لهالمجتمع هذا. إيه فطبعا التسامح يصير حلو بين الأحبة والأخوة، إذا عندك صديق مزعل أخ مثل التسامح حلو بين الأخوة. يعني العفو أحياناً ما يفسر على أنه ضعف. نعم العفو عن الآخرين لما شخص أنه يتسبب لي بفد مشكلة أو يضايقني بفد يعني فد موضوع ما نعم. ما يعتبر من عندي هذا ضعف لما أنا أنه أعفو عنه أو أسامحه؟ بالعكس أنت كل ما تضعف بالعكس يزيد حسناتك يزيد. نعم بالعكس هاي بزينة هاي إذن يزيدني قوة ويزيدني مكانة بالمجتمع. نعم 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 فعلا نعم صحيح. وقبل ذلك رضى الله تبارك وتعالى. نعم رضى الله طبعا ورضى الله عليهم كلهم سبحانه عز وجل. إذا أحسن إيه والله أنا أشكرك يا حبيبي أسلمك عزيز أحفظك يا الله يتقبل أعمالك. أجدد لكم التحية أيها الأحبة ومستمرون معكم هذه اللقاءات وبرنامج ضيوف الأمير. مولانا الكريم سلام عليكم. عليكم السلام وحياك الله. حياك الله، الله يتقبل أعمالك جميع إن شاء الله، يعطيك الصحة والعافية، الله يحفظك. أتعرف على جنابكم إن شاء الله، أحمد عزوز ناصر من محافظة واسط. حياك الله أستاذ أحمد، حيا الله أهل واسط. الله يسلمك. شلون هو واسط؟ شلون هو مهنة بالكوت؟ نعمة إن شاء الله الأمور طيبة. إن شاء الله طيبة، يعطيك الصحة والعافية. اليوم يم أمير المؤمنين سلام الله عليه. أي والله إحنا برحاب أمير المؤمنين نطلب الشفاعة إن شاء الله إنه وإلكم. اللهم ربي يوفقك ويتقبل أعمالك وحق محمد وآل محمد. حلوة أجواء الزيارة. كلش حلوة أجواء الزيارة. يعني فرق كلش هواي عن قبل. أها. أي والله. تتلهفون للزيارة؟ أكيد. إيش قد المسافة من واسط لهنا؟ من واسط يعني 100 كيلو أكثر؟ لا أكثر. أكثر. أكثر بحدود 250 كيلو. أوف مسافة هواية. مسافة هي مسافة طويلة. إن شاء الله أكو فالطريق جديد راح ينفتح يقلل المسافة. خير إن شاء الله. بالعادة كلش قد تقدرون تجون؟ والله أنا أقل الشهر كنت هنا. ما شاء الله. أيوة. رغم يعني بعد المسافة حقيقة. يعني. بس نشتاق. هنيئا أيوة. لكم. الله يسلمك. زين هاي عادة تجي وحدك؟ العيال يقولوا لك إحنا هم إنا حصة. هم إنا حصة طبعاً أكيد. أنا المرة المضت إجت أنا وأصدقائي هالمرة جبت أنت العائلة. والعائلة ايه نعم. أحسنت يعني أنت تحاول إنه تجمع ما بين الجانبين ايه إن شاء الله. طيب هذه الزيارات إيش قد تأثر على الأبناء على الأولاد وعلى العائلة بشكل عام؟ أكيدا هذه الزيارات هي اللي تخليهم يتمسكون بمذهب أمير المؤمنين. يعني هذا الطفل من يتربى يشوف أبوه متلهف للزيارة
وياخذه وياه ويشوف هاي الاجواء الروحانيه. اكيد هذا من يكبر راح يبقى متمسك بهذا الشيء، تترسخ بباله وذهنه ما دام هو طفل ويكبر على حب اهل البيت. وبالتالي نشأته تكون نشأة سليمة. أكيد. الإنسان يعتمد فقط على الفطرة، لو يحتاج أنه يعني يتحدث لأبنائه يعلمهم يسولف لهم عن أهل البيت سلام الله عليهم. صحيح، الفطرة لها دور، وأيضا السلوك والتصرفات مع الأهل لها دور آخر. لازم الفطرة أنه تقولبها بقالبها الصحيح وتوجهها اتجاهها الصحيح. اليوم وفق ما نشوفه وفق ما نعيشه حقيقة بالعالم أجمع من هذا التطور التكنولوجي الهائل وفضائيات وإنترنت، هذا البناء والإعمار اللي نشوفه بالعتبات إيش قد ممكن ينطي صورة إيجابية من خلال ما ينقل من خلال التواصل الاجتماعي أو القنوات الفضائية؟ أكيداً قبل الناس ما أخذ فكرة عن العتبات إنه مجرد مكانات للصلاة والعبادة. الآن لا، اختلفت الفكرة كلش، اختلفت عن العتبات المقدسة. العتبات المقدسة الآن مؤسسات تدعم مؤسسات التربوية الصناعية الزراعية، يعني مختلف الاتجاهات، وهو هذا الشيء الصحيح. تدخل بكل مجالات الحياة حتى الناس تعرف شنو هي العتبات المقدسة وتعرف شنو دورها بالمجتمع، وبالتالي العالم كله صار إنه ممكن يتابع من كل مكان. أكيد. وإحنا الحمد لله وشكر إحنا نقول على هذه الفضائيات اللي توصل صوتنا لكل العالم. أي والله، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق بحق محمد وآل محمد. الله يحفظك. طيب إذا أريد أسألك اليوم، إلى أي مدى ممكن يكون الإنسان متسامح، يعفو عن الآخرين، يتجاوز زلاتهم؟ برأيك متى يكون متسامح ومتى يكون متشدد؟ والله هي التسامح مطلوب وأهل البيت أوصونا به، لكن أحياناً الشخص إذا يتحمل أكثر من طاقته في تلك الحالة القصاص فقط، ما يتجاوز غير القصاص. والتسامح مع ذلك أيضا مطلوب وحثونا عليه أهل البيت وديننا الإسلام. تعتقد أنه الإنسان يقدر يسيطر دائما على يعني زمام الأمور، يقدر دائما يغالب نفسه وأنه يتسامح مع الآخرين؟ لا، هذا الشيء بس الإنسان المؤمن والراسخ الإيمان يقدر يسوي، مو كل إنسان، لأن يعني ليس القوي بالصرع ولكن القوي من يمسك نفسه عند الغضب. عند الغضب، أحسن. طيب هاي القدرة على العفو تحتاج إلى ترويض للنفس؟ أكيد. تحتاج إلى تمرين معين للبني آدم؟ أكيد. للإنسان أنه حتى يقدر يروض نفسه بحيث يتجاوز عن الآخرين؟ أكيد، وهاي تبدي بالتربية من البداية، من الأساس. الطفل كل ما يغضب تقول له ما يخالف أخوك، سامحه، صديقك أتركه، هذه شوي شوي راح تنبنى عدة طاقة إيجابية أنه يسامح ويعفو عن الآخرين. عظيم، أنت قديتني القضية مهمة. أحيانا نشوف كثير يمكن حتى من أرحامنا أصدقائنا، إذا عندنا طفل صغير وفرضا انضرب، ضرب طفل آخر يلعبون، يقول له روح أخذ حقك لا تتعود، تقول له يا أبا ما يصير خليه، هو هذا الخطأ. يقول لك لا ولازم يكون يا أبا، مو هيك شيء، لو شنو رأيك؟ لا بالعكس، بالعكس، هو الكريم هو اللي يسامح. أنا أعلمه هاي المبدأ إنه التسامح هو الكرم، هو الشجاعة. ما أعلمه إنه أخذ حقك بيدك سوي هي سوي، لا سامحه، أنت أفضل من عنده، أنت صير أحسن من عنده. فبالتالي هاي شوي شوي راح تنبنى عنده نفسية الكرم والشجاعة والمسامحة. وبالتالي العفو يعني خصوصا عندما يكون الإنسان قادر على الانتقام أو رد الإساءة بالمثل. نعم. ويعفو يعني هاي أعتقد واحدة من عناوين الشجاعة. أكيدا أكيدا هي هاي الشجاعة بعينها. نعم. أنا أسأل الله سبحانه وتعالى لك التوفيق بحق محمد وآل محمد، وما أخرك أكثر وأخليك لزيارتك. شرفت بك. موفق. ممنون. لا تنسانا من الدعاء إن شاء الله. جديد حياكم الله أحبتنا أينما كنتم، ولا نزال مستمرون معكم وبرنامج ضيوف الأمير، ولا زلنا وإياكم نستقبل ضيوف مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه. مولانا الكريم سلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله وتقبل أعمالك. كل هلا بكم. أتعرف على جنابكم. أنا خادمك عباس فاضل المياحي من ناصر إن شاء الله قضاء النصر. خادم الحسين يا حبيب قلبي. الله, الله يوفقك. الله يبارك. والله محيي كل أهل الناصرية. الله يرحمه. شلون هالناصرية؟ والله الحمد لله إن شاء الله بضيافة الأمير وبوجود آل البيت الكرام، سلام الله على أمير المؤمنين، السيرة النهج العطرة. أحسنت. إحنا نجي هنا نلتمس الدعاء. أحسنت. للأحياء للأموات. أحسنت. التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أحسنت. الله. طيب أول مرة خليني أسألك شلون هالناصرية وأهل الناصرية وأهل طيب وكرم والله الناصرية. إحنا نشوفكم زيارة الأربعين، نجي نواكب الزوار من البصرة وصولا إلى كربلاء، وحقيقة أهل طيب وأهل كرم وأهل عطاء. الله يحبك. والله هي طبعا إحنا النهج الأول إنه
نمشي عليه سواء كان أهل الناصرية أو غير الناصرية، نهج أهل البيت. أحسنت. نعفو. أحسنت. أنت سألت عن موضوع أنه العفو عن المقدرة قبل لا نلتقي، يعني أهل البيت على ما أعتقد الإمام الصادق قال سلام الله عليه، نحن أهل البيت نعفو عن من ظلمنا، نصل من قطعنا، نحلم إذا جهل علينا. يعني المبدأ الأول أنه نتخلق بأخلاق أهل البيت. أهل البيت خصوصا إحنا في ضريح مولى أمير المؤمنين سلام الله عليه. سلام الله عليه. طيب أحيانا هذا العفو وهذا التسامح قد يفسر من الآخرين على أنه ضعف، إلى أي مدى هذا الموضوع أنه ممكن يؤثر في نفس الإنسان؟ احنا قبل لا نكون يعني نموذج او نكون يجب ان نكون انسان، انسان يخطئ، انسان احيانا لا يصيب، كل ابن ادم خطاء، وخير الخطاؤون التوابون، فهذا ما يعتبر انه ضعف، لا ابن ادم غير متكامل، فاحيانا حينما يخطئ يجب انه يلجأ الى التسامح، زين يتخلق بآل البيت. احسنت. اكو فتح بيت شعري عجبني، احد الشعراء اراد الله للاخلاق ان تتوحد فقال لها كوني فكانت محمدا. احسنت. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب يعني مع حالات التسامح هذه ايش قد ممكن يكون الانسان عفو متسامح؟ ربما البعض يتمادى مرة واثنين وثلاثة بتكرار نفس الأخطاء، تعتقد أنه الاستمرار على العفو وعلى التسامح يكون حالة إيجابية لو أحياناً لا المقابل بحاجة إلى أن يصد؟ يعني الشيء بالشيء يذكر أنه الشاهد أو الدليل أنه رواية عن إمام الحسن العسكري سلام الله عليه، سلام الله عليه، ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم. أحسنت. يجب الإنسان يحاسب نفسه، يرجع ضميره، يرجع ذاته، ينتبه لنفسه، زين حتى أنه يبتعد عن الإساءة. أكو بعض النفوس مريضة، الضغينة، نستجير بالله، الكره، الحقد. الله سبحانه وتعالى يعني على ما أذكر آية في محكم كتابه الكريم، والذين في قلوبهم مرض. فأحيانا النفوس مريضة بسبب الأهواء، بسبب الغرائز، بسبب الماديات، فبالتالي هؤلاء صدهم أولى لو تركهم، يعني تجاوزهم، تجاهلهم، نستخدم باب النصح والإرشاد والموعظة، عسى وأن يرجع شخص إلى ذاته. أحسنت. يحاسب نفسه. أحسنت. يستغفر ربه. أحسنت. زين حتى البشر يتكامل. أحسنت. طيب اليوم إحنا يم أمير المؤمنين سلام الله عليه. الله عليه. شنو الفرق وانت تمارس عباداتك اليوميه في بيتك عما تمارسها هنا يم امير المؤمنين عليه السلام؟ شنو المردود النفسي؟ شنو يعني الحاله الروحانيه اللي تسيطر عليك وانت تؤدي اي عمل عبادي في حضره امير المؤمنين عليه السلام؟ انا غالب الاحيان يعني اجي من ناصيه هنا الامير المؤمنين، غالب الاحيان تقريبا اكثر من 20 مره جاي لوحدي، حتى انفرد بمدينه العلم والعلماء. احسنت. أنفرد بحضرة أمير المؤمنين، الدين، العلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا مدينة العلم وعليم بابها. أريد أكتشف شنها الفضاء. أحسنت. شنها السماء. شنها العلم هذا. أصدقائي قالوا أنت تجي أحيانا، غالب الأحيان بين فترة وأخرى، حتى التمس الروحانية هاي. بل. الخلق، الأدب. أمير المؤمنين، يعني ما أتحدث عن أمير المؤمنين، من أنا وأتحدث عن أمير المؤمنين حينما أتي وألتمس منه الدعاء والزيارة. أحسنت. والبركة. أحسنت. طيب سؤال أخير أنا حتى ما أطل عليك وأخليك لزيارتك. كثير من الناس يقولون عندما نتواجد يم أمير المؤمنين عليه السلام مهما نكون في ضيق، في حالة نفسية تعبانة، عندنا فد مشكلة معينة، نحس كأنما فد شيء غير طبيعي يزيل كل هذه الهموم، نتجاوز كل هذه الهموم، كأنما يعني حصل فد شيء غير ملموس غير محسوس. طبعا انا اذكر لك فد شيء صار وياي. دائما الناس الله سبحانه وتعالى حينما تحدث عن آل البيت مضمون الآية يقول بسم الله الرحمن الرحيم وابتغوا إليه الوسيلة. يوم الأيام صار فد مرض جلدي صدفية على ما يعبر عنه. زين عذتني حيل الصراحة، انا حتى لا اطيل عليك.
يعني اذتني حيل، وراجعت اطباء وغيرها من الهمال، وكنت احيانا نوبة يقول شخص انه تعالجت وغيره وجيت التمست، لكن مرت بيها. جيت الامام سلام الله عليه، سلام الله عليه، قلت له عندي ذنوب، عندي معاصي، عندي مرض، وبكيت من خاطر. انا مو لين قدامك امام الكاميرا زين، بكيت من خاطر، واذا بفضل الله سبحانه وتعالى وبركاته زين الحمد لله شفيت، شكر لله رب العالمين، وشفيت من الامراض والضغائن. اسال من الله سبحانه وتعالى الاستقامه، الكلام العدل، الكلام الفصل. اللهم امين، احسنتم. اسال الله سبحانه وتعالى لك التوفيق وقبول الاعمال بحق محمد وعلى الله محمد. جزاك الله شرفتنا بحضورك وحضورك معنا. جزاك الله خير، حياك الله، الله يعطيك العافيه، وكل اللي حضرتك بدونك. حياكم الله من جديد أيها الأحبة، ولا نزال وإياكم مستمرون في استقبال ضيوف مولانا أمير المؤمنين عليه السلام عبر برنامج ضيوف الأمير. مولانا الكريم سلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله، والله يتقبل أعمالك، قبل الأعمال الجميع. الله يعطيك الصحة والعافية. أهلا وسهلا بقناة كذا بلاء، الله يرحمكم، الله يوفقكم، القناة الطيبة لتنقل آراء المؤمنين. طيب اصلك هذا، الله يسلمك، وتقوم بهاي تنقل الشعائر العظيمه في مدينه كربلاء المقدسه، واليوم هم بضيافه الامام علي. نسال الله ان يوفق لكل خير، الجميع الله يعطيك الصحه والعافيه. نتعرف على جنابكم الكريم ابو مصطفى البديري من المسكنات السكات محافظه النجف. حياك الله ابو مصطفى، حياك الله، الله يحيي الله ال بديار كلهم، يعطيكم الصحه والعافيه. الله يسلم، الله يرعاكم. شلون هالزياره، شلون هاجواء الزياره؟ الحمد لله، زياره ابو الحسن علي هي في الشيء روحاني. نجي متعودين يومية أو عندنا برنامج أسبوعي لزيارة الإمام علي، نسأل الله التوفيق للزوار، وأن ندعي للزوار أن يحفظ عوائلنا وشيعة أمير المؤمنين، وخصوصا بزيارة اليوم، يعني في نية في بالنا لقضاء حاجة، ومن ضمنها قضاء حاجة نصر أهلنا في غزة وفلسطين ولبنان. اللهم آمين، اللهم آمين. النجف إلها فد محبة خاصة للشيعة العالم كله. أحسنت. إلى أي مدى تنطيكم حالة إيجابية الزيارة؟ يعني حضرتك اليوم لما تتواجد يم أمير المؤمنين، إلى أي مدى تنطيك راحة نفسية؟ تشعرك بالطمأنينة؟ تشعرك براحة البال رغم كل ما يمكن أن يعتري الإنسان من مشاكل، من مشاق في حياته اليومية؟ حقيقة هي أجواء الزيارة لما نقعد شوية، أنا عن نفسي أتكلم، يعني أنه دائما أجعلها في الطريق اللي أصلاح ما يبدر من عند اتجاه الناس من أخطاء، تقويم أخلاقي، تقويم يعني نبات، فأنا داخل حتى أسأل المشايخ أقرأ لهم صوت الفاتحة مثلا، أصلحوا لي خاف عندي أخطاء. لطيف جدا هذا، لطيف أنه الإنسان يحاول يتعرف على أخطاء مكان، لأن النجف هي مركز التشيع، مركز الإسلام، مركز مكان حوزه، فنجي نلتهم من هالمكان العلم والفضيلة إن شاء الله. حضرتك لفتت نظر القضية مهمة اليوم، استثمار تواجد طلبة العلم، أساتذة الحوزة العلمية الله يحفظهم، المحطات التبليغية ومحطات الاستفتاء اللي منتشرة في جميع العتبات المقدسة بما في ذلك العتبة العلوية المقدسة، هذا شقد ممكن الإنسان يستثمره؟ اليوم إحنا وجودنا هنا أنا أعتقد نحسد عليه من قبل الآخرين اللي ربما ظروفهم لسبب أو لآخر تمنعهم من الحضور. اليوم أنا شقد ممكن أستفيد من رجل الدين اللي موجود بحيث أطرح عليه استفتاءاتي، مسائلي اليومية، قضايا عامة بشكل عام؟ الحقيقة هي لو ننظرها قضية تاريخية، أساساً النجف هي مركز الحوزة، تستقطب طلاب من طلبة العلم من كافة أنحاء العالم، فيجون يقيمون هنا بالنجف ويكون مكانات خاصة، والآن طلبتنا أهل النجف يعني خصوصاً يعني لهم فد ميزة عندنا، فلابات نستوقف رجل الدين المعمم أو الطالب الحوزة بالشارع عندهم فالنفس طيبة نسئله، وهنا عندنا استفتاءات داخل الصحن، يعني مو إلا بالمكتب السيد الله يحفظه داخل الصحن، إيش عندك مسألة شرعية تسئله، وهذا المسائل الشرعية هي نشوف نبات بسيطة بس هاي البسيطة لها أثر سلبي خاف بالآخرة علينا، تقومنا وحتى نتجاوز الأخطاء اللي احنا منفعل. وبالتالي هي فرصة أعتقد للجميع أن نستثمر هذه الحالة، وأن نسأل عن كل صغيرة وكبيرة. طيب ما دمنا في رحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه، اليوم إلى أي مدى الإنسان ممكن يتسامح، ممكن يعفو عن زلات الآخرين برأيك؟ إيش وقت أنه يعفو وإيش وقت أنه يقول لا لهنا أنا لازم أخلي حد؟
البشر من يجي الإنسان المؤمن يجي يجي هالمركز يم الإمام المعصوم الإمام الأول الخليفة الأول وصي رسول الله زوج البتول ابن عم رسول صلى الله عليه وسلم أبا الحسن والحسين فأكيد راح نفسه ترتاح راح كل ما يدنا للشباك أكثر يصير قربة لله أكثر كل ما يصير قربة لله راح يبعد الشيطان عنه أكثر فالشك وشغلة متعصب بيها هواية آنسة عن نفسي أجب حلول متعصب بيها أقول أنه أرجع البيت لازم لك من أطلع من الزيارة أشوف التغير النفسي أدي طبيعي هذا التغير النفسي أرجو هذا أشوف يصلح أمور حياتي وإذا عندي خلافات بالعمل أو شباب بالعمل وخلافات ويا أصدقائي ويا أقرابي ويا أهل بيت. إذن حضرتك مع أن يعفو الإنسان عن الآخرين؟ أكيد أكيد حتى إذا تكررت هذه الإساءات أو التجاوزات ما تفسر أنه ضعف ما يقولون والله هذا ما يقدر يأخذ حقه هذا ضعيف لا المؤمن دائما إذا عد كما يكون إيمانه يصفح يفحص عن الآخرين يعطيهم مجال يعني نوبات المقابل ما متقصد يعني بس يعيد الخطأ ماله يحاول أني مثلا أحيانا بجهل قصدك يعني بجهل إيه بقصد بس نوبات إذا لا إذا قصد مكرر القصد فأكيد أكو حل يصير أحسنت إن شاء الله أنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك ويتقبل أعمالك بحق محمد الجميع حياكم الله من جديد أيها الأحبة ولا نزال وإياكم في رحاب المولى أمير المؤمنين عليه السلام لنستقبل ضيوفه القادمين من كل مكان مولانا الكريم سلام عليكم عليكم السلام وحياك الله اللهم حييكم الله يحفظكم الله يتقبل أعمالك من نومكم صالح الأعمال نتعرف على جنابكم أبو مسلم حج عقيل حياك الله حج عقيل ها حي الله للناصرية شلون هالناصرية الحمد لله بخير ان شاء الله هواي احنا نلتقي بضيوف من الناصرية ما شاء الله اهل الناصرية هواي يواظبون على زيارة الامام سلام الله عليه متابعين ومتابعين للزيارة ما هنيئا لكم موفقين ان شاء الله شلون هالامور بالناصرية الحمد لله ان شاء الله طيب ان شاء الله الحمد لله رب العالمين ان شاء الله دوام التوفيق بحق محمد وآل محمد ان شاء الله اليوم نشوفكم يم امير المؤمنين عليه السلام الحمد لله احنا هاي برنامج ما انتهى على الاقل بالشهر مره نجي بالاقل شيء هنيئا لكم مو صعبه عليكم مسافه طويله للناصريه ايش قد 200-250 كيلو يعني تقريبا 280 كيلو 280 ما يصعب على الامام يستاهل امير المؤمنين عليه السلام هنيئا لكم الله يبارك فانتم ما يمنعكم لا برد ولا حار ولا بعد طريق ابدا هاي الولايه العقيده عقيده والولايه ولاية أمير المؤمنين هاي اللي سلام الله هاي الجمرة هاي الحرارة اللي في قلوب المؤمنين اللي حضرتك تقول أنا 280 كيلو شنو يعني يستاهل أمير المؤمنين أنا أجي أو الناس اللي تقطع آلاف الكيلومترات وتجي من خارج العراق ومن باقي المحافظات كلها تقصد أمير المؤمنين هاي السر اللي موجود في حضرة أمير المؤمنين عليه السلام اللي يخلي الناس تقبل وتقدم على الحضور حتى دون تفكير أمير المؤمنين أخلص لله لرسول الله أخلص للإسلام أخلص للدين فهاي العقيدة بعد ثبتها بأنصاره وأحبابه وإن شاء الله نكون إحنا من أنصاره وأحبابه اللهم آمين بحق آمين محمد وآل محمد طيب مع حضوركم المتكرر والدائم في حضرة أمير المؤمنين عليه السلام وبالتأكيد في باقي المشاهد المشرفة في كربلاء المقدسة الكاظمية المقدسة سامراء شنو الحالات الإيجابية اللي دائما ما تلفت نظركم؟ شنو الشيء اللي تشوفوه مميز أكثر من غيره مع كل زيارة تزوروها؟ والله احنا قاعد نشوف اكو تطور يعني بالخدمات بالبناء بالإعمار يعني زيارة عن الثانية اكو نلاحظ تطور شكت هذا يعني ممكن ينقل للعالم صور إيجابية عندما نشوف هذا البناء يعني احنا اليوم ما شاء الله متواجدين في صحن فاطمة الزهراء سلام الله عليه هذا يعني ما شاء الله هذا البناء بصراحة صرح فعلاً حصل شكد يعكس هذا حالة إيجابية عن العتبات المقدسة بشكل عام العتبات المقدسة ما عندهم قصور يعني بذلوا كل جهودهم كل اللي عندهم كل في سبيل أن يعلون شأن أهل البيت من خلال خدمتهم بهاي التطور وهذا البناء وهذا يعكس شيء للعالم يعني يعكس أحباب أهل البيت يعني أهل العراق وأهل أنصار أهل عندك أحد بخارج العراق من أرحامك أقربائك عندي من أرحامك زين نتقلهم أنا مثلا أكيد اليوم أكو تليفون وأكو واتساب وأكو صور وأكو فيديوهات
من تقول لهم والله اليوم احنا كنا بالنجف يم امير المؤمنين عليه السلام، والله رحنا الابا عبد الله الحسين واخيها بالفضل العباس سلام الله عليهما في كربلاء وهكذا، شنو مقدار اللهفه اللي تشوفها عندهم وشنو انت تحسس هاي النعمه انه انت قادر على الحضور وتاديه مراسم الزياره والاخرين ربما يعني يحتاجون الى تحضير والى وقت والى يعني قضايا كثيره حتى يتواجدون هنا؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله يعني هم اهل نعمه، احنا هاي محسودين عليها النعمه هاي ابد، يعني يجوز اللي يشوفنا احنا 280 كيلو نقول بعيده واللي ما يقدر فما عليه فما بالك اللي خارج اللي شلون المراه اللي جمعت فلوس عمرها كلها في سبيل ان تزور للامام الحسين عليه السلام. هم الحمد لله من فضل الله يعني الله هم مفضل عليهم وما يتركون يعني هنينة. سنه كلش سنه وشويه يعني ما منعهم يمكن بس جائحه كورونا اللي الحمد لله هم من الناس المواظبين على هذا. نسأل الله لهم التوفيق لهم جميعا إن شاء الله. هنيئا لكم. طيب اليوم حضرتك الإنسان تعرف أنه ممكن يتعرض في حياته إلى مواقف كثيرة، أحيانا بعض هذه المواقف تكون بها إساءة، يكون بها تجريح، إلى أي مدى يقدر الإنسان يغالب نفسه ويسيطر على مشاعره ويكبتها ويروضها حتى أنه يعفو عن الآخرين؟ هاي يعني الراد لها ترويض نفس من البداية يعني ما تجي بالهذا وبمرور الأيام يعني خلينا نقول بمرحلة الشباب تختلف عن مرحلة الكهل عن مرحلة وهاي مرور الأيام مرور العمر بكبر السن شوية شوية يتغلب على هاي الأمور. إذن هي تربية وتهذيب الإنسان يهذب نفسه بالأساس أكو أساس ويمشي عليه دائما التسامح يكون مطلوب، ما يحتاج احيانا للانسان انه يعني يبادر بالمثل او يكون حازم في رده، لو دائما لا يتسامح والله سبحانه وتعالى هو اللي يتكفل بالامور كلهم متسامحين. لا اكيد اكيد الانسان يعني مو دائما يسيطر على مشاعره على نفسه حسب الظروف. يجي مره تعبان عنده ظروف صعوب عنده ما يتحمل أبسط الأمور ومرة لا مثل يجي هو يعني شوية مرتاح وهاي لو واحد يدوس ببطنه يتحملها ما يتحمل. تحاول تنقل هاي المبادئ وهاي الـ التربية القائمة على التسامح، تحاول تنقلها لأبنائك أحفادك؟ إن شاء الله دائما أوصيهم بهذا الشيء، دائما أوصيهم ضبط النفس ضبط الأعصاب وقتنا يختلف عن وقتكم دائما هاي وصيتي لهم دائما وصيتي لهم. اريد ربي يحفظك ويحفظهم ويتقبل اعمالكم بحق محمد وعلى محمد. تقبل منا وكن صالح ممنون لحضرتك. ما عليكم. الى هنا ايها الاحبه نكون قد انهينا حلقتنا لهذا اليوم، حتى التقيكم في حلقه قادمه، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.